والاريا مسكين دي ريبريزنتد في الهاير سنترز بأريا كبيره ولا اريا صغيره؟ يعني في الكورتكس تلاقي انه ممثل، كل الجسم ممثل فيه فوق. فتلاقي مثلا المنطقه زي الفينجرز او الليبس الريسبتورز دنس قوي، كتير قوي، والافرنت اللي طالع منه كتير قوي، والاريا اوف ريبريزنتيشن ان ذا كورتكس كبيره قوي. عشان كده مهما كان المسافه قليله ما بين التو ليمبس دول، يعني يمكن 2 مللي 3 مللي يحس ان هما 2. لكن تيجي منطقه زي الباك او الثاي او الشولدر الريسبتورز قليله نسبيا، والاريا اوف ريبريزنتيشن في الكورتكس ما هياش كبيره. فممكن قوي ان انت تبقى ايه فاتح الكومباس بتاعك كده اهو، تبقى المسافه مثلا 10 سم ويحس ان هم نقطه واحده بس مش نقطتين، لان الريسبتورز قليله والافرنت اللي طالع قليل. وعشان كده ايه لازم ان احنا نحدد ما يسمى 2 بوينت ايه ثريشولد، يعني اقل نقطتين او 2 بوينتس في السكين يشعر فيهم بان احنا تاتشد النقطتين دول سيبريتلي. فممكن تلاقي مثلا ال 2 بوينت ثريشولد ده في الباب 65 ايه مللي 65 مللي، يعني 6 سم ونص، 6 سنتي ونص. ممكن تبقى طبعا ممكن تبقى اكتر من كده. انا قلت لك كام مللي بقى في الـ في الـ في الـ في الفينجرز؟ 2 3 مللي. وعشان كده نبص نلاقي ان الـ 2 بوينت ثريشولد دهوت قليل قوي في المناطق اللي فيها ريتش ان ريسبتورز اند وايدلي ريبريزنتد ان ذا سيريبرال كورتكس او الهاير اي سنترز. وبعدين طبعا ممكن اي سنسيشن تشوف الديسكريميشن فيه، يعني برضه 2 بوينتس اوف بين 2 بوينتس اوف كولد ممكن، بس اكبر حته في الجسم فيها الديسكريميشن هي الايه الريتنا اوف ذا اي. الريتنا اوف ذا اي فيها منطقه اسمها فوفيا سنتراليس، فوفيا سنتراليس فيها بتاع مليون ريسبتور في مساحه بتاعه 1 مليمتر مربع، يعني فيري دنس. عشان كده طبعا فيها ديسكريميشن واضح جدا وماكسيمال، يعني ممكن تو لايت ريز قريبين قوي قوي من بعض، لكن يحس ان هما تو لايت ريز مش واحد، يحس ان هما 2. ستيوجنوزيس اللي هو الريكوجنيشن، يعني ان انت تعرف اوبجكت وذاوت فيجن، بتدي المريض اوبجكت بس اوبجكت فاميليار، يعني يكون معروف يعني للعامه، يعني مش تديله حاجه خاصه من ضمن شغلك انت ها وتقول له دي ايه مش هيعرفها، لكن تديله مثلا كي، تديله مفتاح، يعني تديله كوين عمله، تديله قلم بن، تديله حاجه يعني معروفه للناس يعني، وعينه مقفوله وهو يقعد ايه يلعب فيها كده ويقلبها شمال ويمين، وفي الاخر يقول لك دي كذا. هذا السنسيشن اسمه ستيريو جنوز. طبعا ده برضه هايلي ايديوكيتد كورتيكال سنسيشن، ومن ضمن الحاجات بتعتمد على التاتش طبعا وعلى الويت، على التمبريتشر ممكن بتاع الاوبجكت، ولو كان مش موجوده في بعض الامراض او بعض الليجنز يعني هقول بعد كده بنسميها استيريو جنوز. يبقى في ستيريو جنوز، ولو ما عرفش يبقى اسمها ايه؟ استيريو جنوز. بنبه تاني لنقطتين، اولا عند الكشف عند هذه الاحساسات كلها لابد يبقى البيشنت اي كلوز. نمبر 2، لو سالني في اي واحد من دول ايه هم الريسبتورز اللي هم بتوع التاتش ريسبتور عارفينهم، ممكن يبقى الميركلز ديسك، ممكن يبقى النايس كوربسل، التاتش ديسك، التاتش ريسبتورز، التراكت اللي بتشيلهم ايه؟ جراسيل وجونيه كلهم،
الفايبر نوعه ايه؟ الاي بيتا اللي هو سريع، يعني الكوندكشن فيه سريع جدا، يصل لحد 100 و120 متر في الثانيه. السنس اوف تكستشر اوف ماتيريال اللي هو يتعرف على الماده اللي مصنوع منها الاوبجكت، هي نوع من السيليوجنوزس برضو، ويعني يقول لك مثلا هذه الماده خشب او جلاس ازاز، ولو كان كلوزس يقول لك ده وول، ده صوف مثلا، ده سلك، ده حرير. فدي التكستشر اوف ماتيريال، يعني يعرف النيتشر اوف ذا اوبجكت او الجسم اللي هو خده ده اهو بالايه؟ باللمس برضو، وطبعا بدون استعمال الفيجن. عرفنا المسل سنس اللي هو الالم اللي بيحصل نتيجه للسكويز اوف ذا مسل، وعرفنا وفي المسل تنشن ايضا. المسل تنشن اللي هو يتعرف على اوبجكت بس بايه؟ بانه زي ما هنشوف حالا دلوقتي، اللي هو بيتعرف عليه برفعه، يعني الاوبجكتس نحطها قدامه ويرفعها ويقول لك ده هيفي، ده لايت، ده مور هيفير اند سو اون. ده اسمه المسل تنشن او التندون سنسيشن، يعتمد على الشد في التندون. نيجي على البريشر سنسيشن برضو، هنا مين الريسبتور؟ فاسينيان وايه؟ ورفين، تمام. ده موجود في السكين وموجود في السبكوتينس تيشو، مظبوط. ازاي نكشف على البريشر سنس ده؟ بتكشف عليه بان هو تحط ايده على الايه؟ على التيبل، يعني ايه؟ تبقى سبورت تيبل، وبرده عينه كلوزد، وتحط في ايده اثقال ويتس مختلفه، ويقدر يتعرف على ده اتقل من ده، ده اخف من ده، ده اسمه البريشر سنسيشن. لكن الثاني زي ما قلت لحضراتكم حالا اللي هو المسل تنشن، لا، هيتعرف برضه على الويتس بس باي دير ليفتنج، يعني يرفعهم. لما يرفعهم هنا بايده لفوق كده، يبقى هنا ما بقاش بريشر، ده بقى ايه؟ مسل تنشن او تندون سنسيشن. طبعا الريسبتور هنا هيكون في التندون، اسمه جولجي تندون اورجن. وعرفنا نكشف عليه ازاي؟ يرفع الويتس برضه من غير ما يشوفهم. التلات اللي بتشيلوا ايه؟ اوعى تنسوا كل دول بقى بالجراسيل اند كونيت. ايه الجراسيل وكونيت دي؟ طبعا هنعرفها حالا او يعني كمان شويه لما نيجي نتكلم على التراكس. فايبريشن سنس، بنستعمل تيوننج فورك. تيوننج فورك بنخبطها كده على الليمبس بتاعتها، فطبعا يحصل فايبريشن. تيجي انت بالبيز بقى، البيز بتاع تيوننج فورك، وتحطه على اي حته في الجسم تكشف عليها، فبيحس بسنس اوف ايه؟ بازنج او ثريل، يعني يحس بزنه، يعني حاجه كده بتزن، اللي هو الفايبريشن يعني. وطبعا احنا عاده بنحطها على بوني بروميننس، يعني هنحطها مثلا على الماليولس في الـ في الـ في الـ في اللور ليم، او على اللور اند بتاع الريديوس، بتاع الريديوس بون في الابر ليم، لان البون الحقيقه بيعمل ماجنيفيكيشن للستيمس، فده اسمه فايبريشن سنس، وهو ليس الا ريزميك بريشر ستيمولاي، يعني بريشر بس ايه؟ متكرره ورا بعض. وهنا برضو الريسبتور بتاعتنا مايسنر وباسيني. المايسنر دي ممكن تستجيب فايبريشن اب تو 80 هرتز، باسيني ريسبوند للفايبريشن اكتر من كده لحد 800 هرتز. والفايبريشن ده على فكره كلوزلي ريليتد للبروبريوسبشن اللي هم اللي هنقولهم حالا دلوقتي، والاثنين يعني الاثنين مع بعض دايما، يعني لو ده لوست يبقى ده لوست الاخر، واخد بالك؟ وهنشوف طبعا دلوقتي امتى بيبقوا لوست وكده. وبرده التراك اللي بتحمله جراسيل اند كونييت زي ما قلنا، لازم تعرف في كل واحد ريسبتور مين، التراك اللي بتشيله مين، وهاو تو تيست اند سو اون. التيكل والاتش سنسيشن. الاتش طبعا اللي هو السنسيشن اوف
اوف سكراتشنج اللي هو الهرش، يعني حاسس ان جلده بياكله، ها يقول لك انت بتاكل هذا هرش. والتيكل اللي هو ده بليجرابل، ده طبعا الاتش ده حاجه وحشه قوي يعني، ريزل يعني انوينج، بيقولوا على البين انبليزنت يعني غير سار، وعلى الاتش ده انوينج يعني يضايقك غيبه. اما تيكل ده بليجرابل يعني ايه حاجه تضحكك كده، اللي هو لما الواحد ايه يلمس الجلد بتاع التاني كده ويمشي صوابعه على جلده يحس ان هو ايه بيغير ويبتدي ايه يضحك، واخد بالك؟ طبعا الاثنين بيجوا من تكتايل ستيميلاي، بس تكون ايه يعني مالتيبل يعني كذا واحده وماشيين في خط كده، زي ما واحد بيحسس على جلد التاني يغيره كده يخليه ايه يغير. اتش مثلا زي ما تكون انسكت ماشي على الجلد، يعني دبانه ولا اي حشره، واخد بالك؟ فيحس ان هو الحته دي بتاكله وعاوز يهرشها يعني. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي ايه الميكانو ريسبتيف، ميكانو ريسبتيف سنسيشن تيكل واتش. هتقول لي بقى مين الريسبتور؟ هم التاتش ريسبتورز، ممكن يبقوا يعني غالبا بيكونوا ايه؟ بيكونوا رابيدلي ادابتنج فري نيرف اند. ها الافرنت ان مايليتد تايب سي، ده ارفع واحد وابطا واحد في التوصيل. تايب سي ده عارفين اسرع واحد تايب ايه، المتوسط تايب بي، وابطا واحد تايب ايه سي. ليه على فكره مقسم لايه؟ الفا وبيتا وجاما ودلتا. يعني في اربعه تايبس من الايه. والتراكت اللي بتنقله مين؟ فنترال سباينال سيراميك تراكت. فنترال باس واي هو الفنترال سباينال سيراميك تراكت. ها بقى ايه؟ تو تيست التيكل والاتش ده، هو تيكل بالذات لو تلمس جلده كده بايدك كده هيحس ان هو بيغيب يعني. والاتش غالبا بيؤدي الى او انيشيتس سكراتش ريفلكس، اللي هو ريفلكس بتاع الهرش بقى، ان انت تتحرك بقى ايدك ها او اللمب بحاله كده، واخد بالك؟ عشان تهرش الحته اللي بتاكلك دي. سكراتش ده اولا ممكن ايه يشيل الاستيمولس اذا كانت حشره مثلا او حاجه، وايضا انيشيتس بين، ممكن يعمل الم، والبين ده هو يقلل قوي من الاتش سنسيشن، حتى لما توجعه قوي الاتش يضيع شويه. نمره خمسه البروبريوسبتيف سنسيشنز او ايه كاينستيتيك سنسيشن، دي اللي جايه بقى من الديب ستراكشرز بقى، الماسلز والجوينتس والليجمنتس وهكذا. الريسبتورز بتوعنا هنا مين؟ الجولجي تندر اورجان، ماسل سبيندلز، والستري اندنجز او رافيني اندنجز، والباسينيان اللي موجوده في السينوفيال ممبرينز والليجمنتس والجوينتس. فلما بقول بروبريوسبتيف على طول اقصد الطبقه التاليه للجلد اللي هي الايه؟ طبقه الماسلز وجوينتس وملحقاتهم. والتراكت اللي بتحمل هذا البروبريوسبتيف سنسيشنز هي مين؟ الجراسيل اند ايه؟ اند كونييت. بتضم اثنين، سنس اوف بوزيشن او ستاتيك بروبريوسبشن، وسنس اوف موفمنت او دايناميك ايه؟ بروبريوسبشن. سنس اوف بوزيشن يعني احساسك بوضع الاورجنز المختلفه بتاعت جسمك بالنسبه لبعضيها في السبيس، وانت قاعد كده في الفضاء كده لوحدك كده اهو، تبقى عارف وضع كل اورجن ازاي. عشان كده بقول استاتيك، من غير حركه ولا حاجه. من غير حركه ولا حاجه. تكشف عنه ازاي؟ برضه البيشنت ايز مالها؟ مقفوله. وتاخد مثلا اورجن، تاخد لين او 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 فينجر او او وان اوف ذا توز، صوابع الرجل، وتحط الايه في هذا الاورجن في مكان غير معتاد. يعني مثلا انت اللي تعملها، مش هو. يعني تمسك انت ايده او دراعه كده وروح تحطه ورا ظهره مقفوله، وقول له حط التاني زيه. لو كان عنده سنس اوف بوزيشن هيقدر يحطه ايه زيه بالظبط. اما السنس اوف موفمنت اللي هو احساسه بالحركه
هنا نجيب البيشنت وبرضو عيانه مقفولة لازم تبتدي تحرك له اي جوينت، واخد بالك برضو في الجوينتس اوف ذا هاند او فوت باسفلي، بمعنى ان الدكتور اللي بيعملها او الاكزامينر هو اللي بيعملها مش هو، وتشوف هو هيحس بالحركه ولا لا، يحس باولها واخرها والدايركشن بتاعها والسرعه بتاعتها، ده اسمه سنس اوف ايه؟ اوف مو. الاثنين دول مع بعض اسمهم ايه؟ ها؟ بروبريوسبتيف اور كاينستيك. انت لازم تفكر في كل اللي قلته لك، مين الريسبتورز بتاعهم؟ المسل سبيندل والجولجي والرفيني والباسينيا، حاضر. النيرف اللي بيشيلهم؟ ايه بيتا، جميل. مين التراكت اللي بتشيلهم؟ جراسيلو بونييت. تقول لي ايه؟ طب واكشف عليهم ازاي؟ مكتوب لك ايه هم السنسيشن ونكشف عليهم ازاي؟ ده لا يمكن هيسالك اكثر من هذا في البطن. بعد ما خلصنا الميكانو ريسبتيف سنسيشن بنخش على مين؟ السيرمو ريسبتيف سنسيشن. نتعرف على ايه الاول؟ السيرمو ريسبتورز في انترنال واكسترنال. انترنال دول في الهايبوثالامس، في الانتيريور هايبوثالامس. دول مهمين جدا لانه بيعرف الانترنال تمبريتشر اوف ذا بودي. والتمبريتشر دي مهمه جدا لانها لو زادت قوي ممكن بتعمل دامج للبرين. فربنا سبحانه وتعالى حاطط لك ريسبتورز ان ذا هايبوثالامس تو ديتكت الانترنال تمبريتشر دي، بحيث انها لو زادت عن الحد واصبحت هارمفول طبعا في ريسبونسز بتحصل علشان نقللها تاني. وبعدين في اكسترنال ثيرمو ريسبتورز اللي موجودين فين؟ دول في السكين بقى، كولد وورم. بالكولد والايه؟ والورم. دول موجودين فين؟ اندر ذا ايبيثيليال لاير اوف ذا سكين. هنا الاثنين دول هنشوفهم حالا دلوقتي. كل واحد له رينج في الاستيبوليشن الحراره يعني. ولهم اماكن محدده في السكين. ولو لقينا لما نيجي عندهم نلاقي ان الكولد عددهم 4 إلى 10 مرات مور ذان النمبر اوف وورمز ايه؟ ريسبتورز. يبقى مين بقى اكتر؟ الكولد. هذا اكتر بكام مره؟ 4 إلى 10 مرات. موجودين فين؟ under the epithelial layer of the skin. الورمز ريسبتور هم 3 نيرف اندز. والافرنت بتاعهم سي. خلاص. يتأثروا بقى من درجة حرارة، درجة حرارة كام؟ من 30 ل 45 درجة حرارة. ماكسيم عند 37. يسموا الريسبتورز بتاعتهم ايه؟ يسموهم فانيلويد ريسبتورز. فانيلويد ريسبتورز. دول بقى اللي هم اكتر من 45 يحسوا بالالم. يحسوا بايه؟ بالالم بقى. يعني هنا بيقول لك ريسبوند تو هاي نوكشوس هيت. عرفنا نوكشوس اي ستيمولس تؤدي الى تيشو ايه؟ دامج. لهم ريسبتورز مخصوصه بقى. ودي اللي هي يحس بيها بالبرنينج بين، يعني الم بقى خلاص، يعني الم حارق بقى. نتيجه يعني زي ما يكون محروق. ده حينما يتعدى الكام؟ ال 45. لكن ما بين 30 ل 45 في فايبرز عاديه، طيب سي افرد نيرف فايبرز، فري نيرف اندينجز هي اللي تستقبل هذا الورمز. يعني عايز اقول في دفء وفي حراره. الدفء ده اللي هو طبعا مش ضار يعني. الحراره بقى الشديده اكثر من 45 نيجي على الايه؟ الفانيلويد ريسبتورز دول. ودول هم اللي ايه؟ ريسبوند لما تزيد الحراره عن 45. ودول طبعا مهمين جدا عشان الواحد يبتدي يبعد عن الحاجه الضاره دي او النوكشوس دي. الكولد ريسبتورز برضو هنا لهم فري نيرف اند برضو، وتايب سي وتايب ايه دلتا، يعني في حاجتين بايه؟ ها؟ بينقلوهم تايب سي وتايب ايه دلتا. الريسبتورز دول لقوهم ان هم سموهم كولد اند منتول سنسيتيف ريسبتورز 1 سي ام ار 1.
دول كول ريسبت عبارة عن فري نيرف اندنجز وتايب سي، وفي بقى تايب وفي فايبرز اخرى بتحمل هذا السنسيشن اللي هي تايب اي دلتا. يتاثروا من درجه حراره كام لكام؟ من 10 لكام؟ ل 38. من 10 ل 38، الماكسيم عند كام؟ 25. اند بريسكلي. بريسكلي يعني ايه؟ فور ا فيري شورت تايم. يعني يتاثروا خلاص عرفنا ما بين 10 ل 8 وايه و30، لكن عند 45 تلاقيهم يبقوا ستيميليتد تاني. بريسكلي يعني لمحه كده عند 45. الريسبتورز بتاعتهم قلنا فري نيرف اندنج. ليه بقى؟ لانه كان قيل ان الريسبتور اوف كولد كان الكراوز اند بالب، لا. وكان قيل برضو ان الريسبتورز بتاعت الوربس هي الرفيني، الرفيني اندنجز. ولكن وانا قلت قبل كده الكلام ده واقوله تاني، ان اتضح ان الرفيني اندنجز والكراوز اند بالب دول ميكانو ريسبتورز نوت سيرمو ريسبتور. يبقى الكراوز دول ميكانو ريسبتور مش بتوع الكود، الرفيني ميكانو ريسبتور مش بتوع الوربس. لكن في يعني قيل ولسه ناس الله اعلم ما تعرف ولا ما تعرفش انه ايه، ان هذه الريسبتورز اللي هم الرفيني والكراوز كورباسلز دول طلعوا منهم ميكانو وليسوا ثيرمو ريسبتور. طيب فنبص في الصوره دي، نبص نلاقي كده ان ادي الكولد ريسبتور بتتاثر من كام لكام؟ من 10 لكام؟ لحوالي 38. طب والورمز من كام؟ من 30 ل 45. و45 يبقى فيها كولد هنا برضه. شوف ازاي اللي قلنا بريسكلي دي بعد 45 يحس بايه؟ ببين، اللي هو الفانيلويد ريسبتور اللي قلنا عليه بتاعت البين. طب هنا اقل من 10 يحس بايه؟ ببين. زي مثلا حضرتك كده لما تمسك ثلجه في ايدك كده، فطبعا درجه الحراره بتقل جدا، واخد بال حضرتك، وتحس بالم. وعند درجه حراره زيرو، واخد بالك زيرو هنا اهو، البين بيختفي خلاص، والحته تتخضر بقى. يعني لما يعمل فريزنج للجلد بقى درجه حراره زيرو، ما يحصل انستيزيا. وكان دي بيستعملوها زمان في الانستيزيا لما حد يعمل جرح ويعمل جراحه ولا اي حاجه في منطقه ما، ممكن يبردها قوي تقوم يقل الايه الالم ده وما يحسش بيه. فهنا ادي التمبريتشر وادي الامبلسز بير سكند، وشفنا كل واحد. طب في منطقه بقى هنا ايه؟ ها؟ اوفرلاب اهو، اللي هي من عند 30، واخد بال حضرتك ده اهي، من عند 30 ده اهي، واخد بالك اهي، لحد يمكن كام؟ ال 38 دي. دي مشتركه اهي. دي مشتركه ولا ايه؟ ما بين الكولد ومين؟ والورمز اهو. طب هنا التمبريتشر ايه؟ يقول لك تبقى ايه؟ انديفرنت، يعني عادي بقى، ما لا حاسس ببروده ولا حاسس بايه؟ بسخونه. حاجه يعني متوسطه دي هنا اهو. في المنطقه دي. واحد له رينج. تمام؟ الحكايه بقى بتاعت الكولد دي بقى لها ايه؟ موضوع اللي هو بارادوكسيكال كولد سنسيشن. كلمه بارادوكسيكال يعني شيء متناقض او شيء مش متوقع. يعني معقوله عند 45 احس الكولد؟ وده اللي قلنا عليه من شويه، ان الكولد ريسبتورز استيميوليتد عند 45 بريسكلي، وعددهم اكتر من مين؟ عدد الكولد ريسبتورز اكتر من الورمز، والادابتيشن بتاعهم اقل على فكره، الورمز بيتاقلم اسرع. هو الاثنين مودريت ادابتنج يعني، لكن اللي بيتاقلم اسرع الورمز. طيب بارادوكسيكال كولد سيشن سئلت فيها، يقول لك ايه؟ يقول لك ان لو السكين از اكسبوز تو تمبريتشر في 45، يعني مثلا واحد بياخد حمام سخن، المايه درجتها درجه حراره كام؟ 45.
يتعرض للحرارة دي بتاعت المية، يحس بكولد للحظة كده وبعد كده الحرارة. فسمي الشعور بالكولد الأولاني ده بارادوكسيكال كولد إيه؟ سنسيشن. ليه؟ أولا لأن قلنا الكولد ريسبتور ستيميوليتد في الحرارة دي. ثانيا عددهم كبير قوي أكتر من الورمز يعني، وعشان كده يحس الأول بالبارادوكسيكال كولد سنسيشن. وأوضح لحضراتكم كلمة بارادوكسيكال يعني إيه؟ حاجة مش متوقعة يعني، شيء عند درجة حرارة 45 دي سخنة. طيب استيميشن اوف ثيرمو ريسبتورز يعني بالكيميكالي بالميتابولايتس، لما الريسبتور ده بيتأثر بتاع الورمز مثلا، الميتابولايتس فيه تزيد ولا تقل؟ تزيد، يقوم تشغل، والكولد العكس تقلله وما يشتغلش، يقوم تشعر ببرودة. يعني العملية كلها ليست إلا chemically by changes in their metabolite concentration produced by thermal stimuli. They detect the absolute temperature of the surrounding tissue. يعني ما لهمش دعوة بالحرارة بره إيه؟ هو إيه؟ لكن هو اللي موجودين في الجلد دول يشوفوا اللي في الجلد. إن شاء الله بره يكون ثلج في الجلد في سكونه يحس بسكونه. عشان كده تبص تلاقي مثلا ممكن جدا الواحد يشعر بالدفء في الجو البارد شارب ايه؟ الخمور اللي هي طبعا الكحول زي في البلاد الغربيه. تبص تلاقيه على طول ايه؟ يشرب خمور. بتعمل ايه في السكين؟ برازو دايليتيشن، يعني البلاط فلو في السكين يحصل له ايه؟ فكر، لازم تفكر على طول. الفسيولوجي ده علم التفكير والاسئله، تسال نفسك وتحاول تدور على الاجابه، ما لقيتهاش هنا تفتح كتاب تاني وتالت لحد ما تعرف ايه هي، او تسال الاساتذه. فهنا لما الشخص ده اللي هو في اوروبا ده او في الغرب ده بيشرب الخمور دي بيحس بايه؟ بدفء، بالرغم من ان الجو بره تلج، عشان حصل فازو ديليتيشن في السكين والبلاط فلو زاد. برضه مثال تاني، مريض عنده هيمرج نزيف جامد جدا. فالمريض اللي عنده هيمرج ده من ضمن الريسبونسز اللي بتحصل في البودي فازو كونستريكشن عشان يحافظ على البريشر، يحافظ على البلاد بريشر. فازو كونستريكشن في السكين يقلل البلاد فلو، والسكين يبقى ايه؟ بارد، يبقى كول، بالرغم ان بره يكون الدنيا ايه؟ ولعه. يعني الدنيا حر جدا بره، لكنه حاسس ببروده شديده جدا وعمال يقول غطوني انا بردان، والدنيا بره حر جدا. لان الريسبتورز في السكين عنده بتقيس اللي حواليها، مالهاش دعوه بقى بره حر بره برد، مش شغلتها. الادابتيشن زي ما قلت لحضراتكم مودريت ادابتنج، بس الورمز ادابت اكتر او رابيدلي عن الكولد. السنترال باث واي عن طريق طبعا في رابتي اسمها لاترال سباينو سلامك تراكت، هنقول لك كل دول هيتقالوا يعني واحده واحده كده، بس بعرفك اساميهم يعني. وهو التمبريتشر ماشي مع البين، التمبريتشر والبين سنسيشن بينقلوا بنفس الايه؟ التراكت المسماه لاترال سباينو سلام. هنعرفها بقى لما نجيش بقى نقف هنا. طب ايه هي اللاترال؟ مش وقته، ما نقدرش ننقل دلوقتي ونقول ايه هي، بس اعرف ان الـ ان ان التراكت اللي بتنقل هذا الاحساس اسمها ايه؟ لاترال سباينو سلام، وبتنتهي في ريتيكولار فورميشن وفي الثالاموس بعد الفايبرز بروجكت للايه؟ سنسوري ارياس اند سيريبرال كورتكس. يبقى الحاجات اللي هي ما اتشرحتش هنا بالتفصيل هيجي مكانها، فما تستعجلش. البين سنسيشن قلنا انه unpleasant، الاتش قلنا ايه؟ annoying، والتكل قلنا ان هو ايه؟ pleasurable، يعني حاجه لطيفه يعني، انه واحد بيغير التاني يعني. لكن ده specific unpleasant ايه؟ sensation. ايه الاديكوت ستيمولس بتاعته؟ ايه noxious ستيمولس؟ ونوكشوس بمعنى ايه؟ او نوكيوس قلناها يعني دامجنج،
يعني ليه تو تيشو دامج او تيشو انجري، سواء كانت ميكانيكال ثيرمال كيميكال اي حاجه، بس تعمل تيشو دامج تبقى ايه اديك ريستنشن. مهم البين ده لو بروتكتيف فانكشن طبعا، لان ده بيخلي مثلا لمست حاجه سخنه جدا او بتروح بعد ايدك، ده اسمه ويزدرور ريفلكس، يعني تبقى ايديك بعيد كده تسحب ايديك على المكان اللي فيه التيشو انجري ده. وكمان فيري سلولي او نون ادابتنج، ما يتاقلمش طول ما في حاجه بتوجعك شغاله على طول، وقلتها قبل كده علشان السي ان اس يعرف ان في حاجه غير طبيعيه غير طبيعيه. البين ريسبتورز اللي هم نوسي سيبتورز قلناهم قبل كده، سبيسيفيك نيكد نيرف اند بيرسيوت دي، يعني افتراضيا اللي هم ثلاث انواع، يعني ثيرمو سنسيتيف بين ريسبتورز يعني يتاثر بالحراره، ميكانو وكيمو سنسيتيف. الحقيقه مش مقتنعين قوي بالحكايه دي، او يعني قالوها في فتره من الفترات لكن دلوقتي مش ايه مش مشجعينها قوي. ما فيش ثلاث انواع ولا حاجه، لان كلهم بيتاثروا ايه كيميكالي، كلهم بيستيميوليتد كيميكالي على طول. التيشو دامج ده بيطلع ماده تعمل البين، الماده دي ممكن تبقى بوتاسيوم ايونز بتطلع من جوه الدامج سيلز، كاينينز براديكاينين هيستامين سيروتونين بروستاجلاندينز بروتيوليتيك انزايم، مواد اي مواد كتيره جدا اتهمت. راحوا جايين بقى وقال لك هنسميها ايه ظابط سنسي بي بي نسبه الى البين، يعني فالماده اللي بتعمل بين دي ممكن تبقى دي ولا دي ولا دي بي ممكن. المهم الاستيميوليشن اوف بين ريسبتورز ازاي؟ كيميكالي ولا مش عارف كيميكالي؟ بماده معينه ممكن تبقى كذا او كذا او كذا زي ما قدامك، واختصرت الى سبستنس بي. هل هم ثلاث انواع؟ والله قيل في ناس قالوا كده ولكنها مش مشجعه قوي. عايزين نقسم البين، والله ممكن نقسمه على حسب المكان سايت، نقول ايه كوتينس بين وديب بين وفيسرال بين، على حسب طبقات الجسم. والله بين جاي من السكين يبقى كوتينس، من الديب ستراكشرز، مين الديب دول؟ قول لي مين؟ ها المسلز والتندز والجوينتس و و و اسمه ديب، وممكن جاي من الفيسرا يبقى فيسرا، فممكن يتقسم كده. بس لقوا ان في تو تراكس بينخلوهم تو تراكس، وبيروحوا في مكانين معينين في الهاير سنترز، فوجدوا ان التقسيمه بتاعت البين اللي هي الادق اللي هي فاست اند سلو بين، فاست اند ايه؟ اند سلو بين. لكن ممكن يتقسم لو سالك على حسب المكان تقول له ايه بقى؟ كيوتينس وديب وفيسر. ولكن مين اللي فريكوينتلي يوزد واستعمل اكتر؟ فاست اند سلو بين. نيجي على الفروق بقى بين الفاست والسلو بين. الفاست ده اوريجن منين؟ سكين بس. السلو من الثلاثه منين بقى؟ من السكين والديب ستراكشر والفيسر كله. ها؟ لكن من السكين في مين؟ فاست بس. وفاست طبعا واضح انه ايه بينتقل بسرعه يعني، والفايبر بتاعته لازم ما تكونش سي ابدا، لازم تكون ايه؟ تكون ايه؟ فعلا هي ايه دلتا، هي ايه دلتا اللي هي سريعه. عارف مين اللي بينقل بقى؟ مين اللي بينقل السلو ده؟ السي فايبر اللي هي رفيعه ولا تخينه؟ رفيعه، والفيلست اوف كوندكشن فيها بطيئه طبعا. الاستيمولس مينلي ميكانيكال وايه؟ وثيرمال نوكشوس ستيمولر، ميكانيكال وايه؟ وثيرمال. هنا ممكن ميكانيكال وثيرمال وكيميكال. اوكي. كواليتي بريكنج شارب او اكيوت، الم حاد. بريكنج يعني بنكون بيشك كده، الثاني بيرنج يعني بيحرق او ايكنج ضل او كرونيك. الم بقى ايه؟ اللي هو الالم السخيف اللي بيقول لك الحاجه بتوجعني هنا من جوه كده لكن مش عارف يوصفها، بيقول لك ضل. ممكن السكين يبقى بيرننج بيحرقه، خد بالك. الم حرق يعني بيحرق الجلد. بيرسبشن
0.1 سكند افتر استيميوليشن، يبقى في شاور هو ده اللي يبان الاول، يعني immediate pain ده delayed، يعني امتى بقى؟ 1 سكند اور مور افتر استيميوليشن، يعني على مهله قوي، يعني تحس بيه بعد شويه كده، لكن الاميديت اللي هو مين؟ الفاست. ديوريشن يقعد قد ايه؟ less than 1 second وده many seconds to a few minutes، ده يطول قوي بقى. لوكاليزيشن مهم جدا ده بقى، ده وين لوكاليزد وده ديفيوز، يعني فولي لوكاليزد. انا قلت لحضرتك ايه من شويه؟ ها تايب ايه؟ ها؟ دلتا سريع فاست بين، وده بالكيميكال ترانسميتر بتاعه جلوتاميك، ماده الجلوتاميك اسيد اجلوتاميك. السلو بين ها تايب سي، وهنا الماده اللي بتطلع سبستنس ايه؟ بي، بنت بتطلع من النيرف، ده غير البي فاكتور اللي بيطلع من التيشو. اه اللي بتنقل الفاست بين تراك اسمها نيو سباينو سلامك تراك، واللي بتنقل السلو اسمها ايه؟ يلا معايا فاليو سباينو سلامك. هما الاثنين دول بيكونوا اللاترال سباينو سلامك تراك، يعني التراك اللي طالع اللي شايله البين ده اسمها لاترال سباينو سلامك تراك. فيها كم جزء؟ اثنين، نيو وايه؟ وفاليو. النيو بيشيل مين؟ النيو بيشيل مين؟ بيشيل الفاست بين. طب والفاليو بيشيل مين؟ بيشيل السلو بين. وعلى فكره الاثنين دول بيشيلوا برضه الثيرمال ستيمولاي، الكولد والهوت. الهوت بالايه؟ بالنيو ده اهو، والكولد ده هو بالنيو والفاليو، واخد بالك؟ هنقولها لما يجي بعدين. سنتر في السي ان اس ده السنتر بتاعه يوصل لحد الايه؟ سيريبرال كورتكس. ده مين فيهم؟ اوعى تنسى الفاست، والتاني بينتهي عند الريتيكولار فورميشن اند ايه؟ اند ثالامس. دي نقطه مهمه جدا، يعني السلو بين ده مش ضروري يروح الكورتكس عشان تحسه، ده انت بتحسه عند الليفل بتاع الثالامس وكده. ده هنا في معنى مهم قوي، انك لو شلت الكورتكس صحيح مش هتحس بمين؟ بالفاست بين اللي هو الويل لوكالايز ده، لكن هتحس بمين؟ ها؟ بالسلو بين. يعني البين ده از فيلت، السلو بين ده از فيلت ان سنترز بيلو ذا كورتكس، يعني الكورتكس لو اتشال السلو بين هتحسه برضه. مين بس اللي هيضيع اللي هو الايه؟ الفاست بين. انيشيتد ريفلكسز، هنا سوماتيك بروتكتيف ريفلكسز اللي هي مثلا ويزدرو ريفلكس. الفاست بين ده يخليك تبعد ايديك، ده مهم جدا. الله، انت دلوقتي لمست البوتاجاز وانت ها؟ فطبعا الفاست بين ده هو مهمته يروح عامل لك او يخليك تعمل ايه؟ ويزدرو ريفلكس اللي هو تبعد ايديك بسرعه. عامل لك اوتونوميك وسوماتيك ريفلكس. يعني بقى اوتونوميك يعني تلاقي بقى ايه؟ البلاد بريشر بقى مثلا وطي، حصل فازو ديليكيشن، حصل برادي كارديا. وسوماتيك الماسلز القريبه من مكان الالم يبقى فيها برضه بعض الكونتراكشن، هنشوفها حالا دلوقتي. لكن ده سوماتيك وده اوتونوميك وسوماتيك. سميشن داز نوت اوكير، وده ماركت بيكامينج انتولربل. سميشن يعني البين عمال يتزايد ويتجمع لما يقرفك، ما يحصلش في الفاست بقى، الفاست يحصل على طول بسرعه لمده جزء من الثانيه ونخلص، لا الثاني يقعد بقى ويتزايد، سميشن يزيد، يبقى واخد لدرجه ان هو يبقى انتولربل. انتولربل يعني ايه؟ انتولربل يعني يعني غير محتمل. ده الفرق بين فاست بين وسلو بين. يبقى السكين فيه منه ايه؟ فاست بس. طب ومن بقيه السلو يطلع من السكين وبيطلع من الديب وهكذا. perception of pain sensation، قلت لحضراتكم هي تراب اسمها ايه يا باشا؟ اسمها ايه؟ lateral spinal cerebellar tract. فيها كام جزء؟ باليو وايه؟ ها؟ ونيو. الباليو من الجدول اللي فات بتشيل انهي نوع؟ السلو بين، وترمينيت سب كورتيكالي ريتيكولار فورميشن وانترا لامينار نيوكليار في الثالامس. النيو سباينو سلامك، ها؟ نيو سباينو ايه؟ سلامك.
النيو سبينال سيراميك ده ترانسميتس الفاست بين اند اتس فايبرز ريلي ان ذا فينترو بيزال كومبلكس اوف ذا ثالامس، حته كده في الثالامس، ونيوكليس مخصوصه اسمها فينترال بوستيرو لاترال نيوكليس في الثالامس، حتى انا عايز اقول فيبلين، في بي ال ان، فيبلين يعني فينترال بوستيرو لاترال نيوكليس في الثالامس. Then terminate في السنسوري areas في السريبرال كورتكس زي ما هنشوف دلوقتي في الفيجر ده. وجات هنا دلوقتي الملحوظه المهمه جدا removal of the cortical somatic sensory areas does not abolish perception of pain. معلومه مهمه جدا جدا جدا. شلنا الكورتكس يبقى البين هيختفي، لا هيفضل الاسلوب. This indicate that pain is generally perceived at subcortical level. ثاني حتة يعني في الثالامس cortical formation and the other lower centers. However, بقى طب ده معناه الكورتكس شغلته ايه بقى؟ الكورتيكال سنتر essential for accurate localization و discrimination of the quality of pain. عشان يعني توصفه بدقة بس. فين وفين وهو ايه بالظبط؟ يعني ايه؟ الكواليتي نوعه ايه؟ واخد بالك هل هو بريكنج ولا بيرننج ولا ولا ولا، عشان تصفه مظبوط وتعرف مكانه عاوز الكورتكس. لكن عشان تحس بيه مش محتاج للكورتكس. فين ما تنساش لما بيوصل الكورتكس مسؤول عن ما يسمى اراوزال افكت. يعني ايه؟ يعني عشان النيرفس سيستم بيبقى ايه صاحي ومصحصح، ها؟ عشان تخلي البني ادم كونشس وواعي، واخد بال حضرتك؟ لازم يجي له الامباس بتاع البين دهيت عشان بتصحصح. شغل الريتيكول فورميشن، والريتيكول فورميشن ده سند امباس للثالامس، والثالامس سند امباس للكورتكس يخليه اكزايتد. اكزايتد يعني ايه؟ يعني ستيميوليتد عشان يدي يخلي الانسان يقول لك كونشس واليرت مصحصح كده على طول. ده بيسموه اراوزل افكت. البين مهم هنا برضه. يبقى عاوزين الكورتكس عشان الفاين ديسكريميشن اوف بين وعشان اراوزال افكت. لما نيجي نشوف الفيجر ده هنلاقي اهو ادي البين تراكس. والله هو هنا يعني تراكس، هم هي الحاجات تراكس واحده اللي هي مين؟ لاترال ايه؟ سباينال سيراميك تراك هي اللي بتشوف. ولكن هنطلع بقى فوق في البرين ستيم بقى بعد السباينال كورد هنطلع نبص اللي هيقسمها اثنين. اللي على اليمين ده اهي، واخد بالك؟ اللي على اليمين دي ها سلو بين فايبرز اللي هي مشرشره دي، وعلى الشمال دي اللي هي مش مشرشره ده ايه ها فاست بين فايبرز. هتبقى بقى دي اني تراكت بقى يعني يا حبيبي؟ دي سميناها ايه من شويه؟ النيو سبينو سيراميك، ودي سميناها ايه؟ باليو سبينو سيراميك. مظبوط. الباليو دي بتنتهي عند الفيكر فورميشن وتنتهي عند الثالامس في منطقه عند نيوكلي معينه اسمها انترا لامينار نيوكلياي. ما تنساش الجزء اليمين ده كله اللي هو بتاع السلوبين التراكت بتاعته اسمها ايه الاول؟ نيو سباينو سيراميك، وترمينيت فين؟ ريتيكول فورميشن والثالامس في نيوكلياس معينه او مكان معين اللي هي انترا لامينار نيوكلياي. طب الثانيه بقى بتاعت الفاست اسمها ايه؟ نيو سباينال سيراميك بتنتهي في الفنترو بيزل كومبلكس، ها؟ يعني اوبوستيرو نيوكلياي في الثالامس. ماشي. هنا اهو يبقى فنترو بيزل كومبلكس اوبوستيرو في الثالامس، وبعدين يطلع من الثالامس على مين؟ سوماتيك سنسوري ارياز في الكورتكس. واخد بال حضرتك؟ يبقى هم تراك. عشان كده انا الحقيقه معترض على فين تراكس، هم يبقى ايه؟ هم 1 ولكنها 2 بارتس. تمشي. ماشي. كنس فين بقى؟ قلنا بريكنج واللوكلايزد ممكن يبقى سلو ديفيوز اللي هو سلو فين يعني نوت لوكلايزد نوت ريفيرد تيستد بايه؟ ببريكنج للسكين والايبين دبوس كده وعينه ايه مقفول. انا قلت قبل كده لما تكشف على اي سنسيشن لازم العيان تكون عينه مقفله.
او تكشف بالحراره، تعرض الجسم للحراره الطبيعي. البين يحصل عند درجه حراره كام؟ 45. عشان تست اللي فيه بين ولا ما فيش، يا اما بالدبوس يا اما بالحراره. ايه بقى الرياكشنز او الافكتس اللي بتصاحب البروتين اسبرين؟ سوماتيك افكتس وقلنا وزدرور ريفلكس، اوتونوميك افكتس عاده سيمباتيتك، يعني تلاقي الضغط بتاعه عالي، فازو كونستريكشن وتاكي كارديا ورايس في البلد بريشر. لكن لو كان الالم شديد قوي ممكن يبقى باراسيمباتيك، وباراسيمباتيك تلاقي الضغط وطي وبرادي كارديا في فازو دايليتيشن، كل دي حاجات ايه؟ كوتونوميك. يبقى اللي بيصاحب كوتين اسبين اولا ما ننساش كوتين اسبين ده هو ممكن يبقى اكيوت او فاست، ممكن يبقى سلو، وبيصاحب بسوماتيك افكتس اللي هو ايه؟ ها؟ ويزدراور ريفلكس، يبعد اليه عن مكان الالم. اوتونوميك افكتس ثلاثة، ايموشنال افكتس يعني انكزايتي او ريستلس، يبقى عمال يعيط وقلقان وزعلان. نمره اربعه ايه؟ هايبر ايه؟ الجيس. اربع حاجات هم اكمباني كيوتينس بين. نتكلم على مين بقى؟ بالذات كده بقى على الهايبر هايبر الجيس. سؤال شهير جدا، ما معنى هايبر الجيزيا؟ يعني condition of hypersensitivity to pain. Hypersensitivity to pain بتحصل طبعا لما يكون في skin damage نتيجة مثلا لبيرن، للسن ريز، يعني تعرضت للشمس جامدة، inflammation في السكين. وبيحصل الهايبر الجيزيا دي اللي هي زي ما قلت condition of hypersensitivity to pain، يعني زيادة حساسية للألم. فيها نوعين برايمري وإيه؟ وسكند. برايمري هايبر الجيزي. في البرايمري هايبر الجيزي دي occurs in the injured skin area، المنطقة اللي فيها الإصابة، فيها الحرق، فيها الالتهاب، فيها الإرادة، أي حاجة. والمنطقة اللي حواليها بتاعت الفلير، فاكرين الفلير بتاع تريبل ريسبونس؟ طيب بصبر اللي فيش حته اللي هي محمره كده حوالين الايه؟ الانجر اريا. المنطقه دي يبقى فيها ما يسمى برايمري هايبر الجيزي. ايه اللي بيحصل في هذه المنطقه؟ البين ثريشولد از لور، مهم قوي. يعني عشان تعمل بين مش عاوز نوكشوس ستيمولس. يعني لما تيجي تلمسه كده توجع. ايه؟ تلمس الجلد كده توجع. يبقى البين ثريشولد ده هنا ايه ماله؟ واطي قوي، واي حاجه تعمل له ستيميوليشن ويحس بالم. ويعني دي ساعات بيسموها في الميديسن يعني يقول عليها اللودينيا. يعني ايه اللودينيا؟ يعني نون نوكشوس ستيمولاي بيكام بين، يعني ستيمولس ما كانتش تعمل الم ولا حاجه، بقت بين. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا بعض السبستنس اللي بتطلع من نتيجه للايه؟ للانفلاميشن او الانجري او في السكين، بتيجي على الريسبتورز اوف بين وتعمل له هايبر سنسيتيفيتي، يعني سنسيتيزيشن، تخليه حساس قوي بحيث ان اي حاجه ايه تاثر عليه. بس هتقول لي مواد زي ايه؟ ما هو هم مفيش غيرهم اللي بيطلعوا، بوتاسيوم، سيروتونين، هيستامين، ها، بروستاجلاند، الكاينينز، بس سبستنس بي. يبقى اذا مهمه منطقه دي هايبر برايمري دي. اولا ما قلت هي ده لازم تسال نفسك وتبقى الموضوع مرسوم في دماغك، فين هي المنطقه دي؟ منطقه الانجري والحته اللي حواليها بتاعت الفلين بتاعت الجوز والفلين. جميل. ايه اللي حصل هنا؟ انسليشن دماغه لور، بحيث ان ايه؟ نون نوكشوس ستيمولاي بكام نوك بينف. جميل. ايه السبب؟ ان بعض الكيميكال سبستنسز بتعمل سنسيتايزيشن للبين ريسبتور اللي خليتها حساسه جدا، اي ستيمولس تشتغل. السكندري هايبر الجيزيا بقى اللي هي في المنطقه اللي هي اراوند
يعني اللي حوالين الملاصقه للايه للبرايمري هايبر اجيسي للايه للبرايمري. هنا البينس ريشول ما هواش لور عادي جدا، ده منطقه هيلثي سكين، هيلثي سكين اللي هي ملاصقه لمين؟ لمنطقه مين؟ البرايمري. هنا البينس ريشول عادي جدا طبيعي جدا، وممكن يكون اليفيتد كمان ايفن اليفيتد، يعني عشان يحس بالم لازم تبقى السيمبلس قويه. الله، امال هيبقى الاجهزه ازاي؟ لما يجي بقى يشعر بالالم ده هو يحس بيه انه انتنسيف اند برولونج، يعني ريزل قوي بقى سيفير بين ويطول قوي. فاهمني؟ كان الاول هنا البريس بينش ريشن واطي بتاع البرايمري ده اقل لمسه كده يجيله بين، لا ده لازم تعمل له ستيميوليشن بينفول، يعني نقول لك مثلا عشان ما عشان يحس بالالم لازم تشكه بالدبوس، ماشي، بس لما يجي يحس بيها يحس انه مسمار مش دبوس. يو اندرستاند؟ يعني البينس ريشن هنا ما هواش لور، لا ده نورمال جدا وايفن اليفيت. هاو ايفر وانس بين از اراوزد فروم ساتش اريا It is intense يعني شديد جدا and prolonged. ايه اللي حصل؟ قالوا نظريه اسمها convergence facilitation mechanism. سئلت بقى في السكند هايبر ايه؟ الجيزيا convergence facilitation ايه؟ mechanism. ونشوف الايه الفيجر ده. This is the spinal cord. This is the dorsal horn. Fibers number one. These fibers, number one, coming from the area of primary hyperalgesia. Primary hyperalgesia. These fibers come, for, number two, coming from the adjacent area, which is a area of secondary hyperalgesia. In this area of secondary hyperalgesia, the painful stimuli become prolonged and severe. The theory which explains that, as I mentioned now, is called convergence facilitation mechanism. What happens? Fibers from the primary area, these, carry impulses and, of course, activate neurons in the dorsal horn, from which the lateral spinothalamic tract will start and reach the brain to feel pain. Again. This is fibers coming from the area of primary hyperalgesia. The impulses coming from these nerves, of course, will stimulate neurons in the dorsal horn. And these will, their axons will reach, ascend up and reach the cortex to feel the pain. What happens in secondary hyperalgesia here? These neurons are facilitated by these impulses. When the impulses come from the area, healthy area, حتة سكين طبيعية جدا مفيش حاجة خالص. Impulse جاي عادي جدا. هذه الإمبلس اللي جاية من الأريا بتاع السكندري هايبرالجيزيا دي will converge يعني يتجمعوا مع بعض على نفس النيورون بتاعة اللاترال إيه؟ spinothalamic tract. These neurons are facilitated. يعني 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 بتفوت بسهوله، بتتاثر بسهوله جدا. مين اللي عملها فاسيليتيشن ده؟ الامبلس اللي جايه منين؟ من البرايمري. عشان كده نبص نلاقي ان الامبلس اللي جايه من السكندري هتبقى قويه جدا وتديني احساس شديد جدا، وسميت النظريه ولا كونفرجنس عشان بيجمعوا مع بعض فاسيليتيشن. اذا لا تنسى الكلمتين جم منين؟ كونفرجنس اهم وفاسيليتيشن، لان النيورونز اللي هي بتاع السبينوثلاميك facilitated بالإمبلس بتاعت البرايمري. لما بتيجي الإمبلس from the secondary hyperalgesia هتتجمعوا مع بعض وتطلع الإمبلس بسهولة جدا وتعدي طبعا بسهولة، هتعمل ألم شديد جدا في البرايمري. secondary hyperalgesia دي ممكن تحصل من غير برايمري. من غير برايمري. لو حصل facilitation هنا ما هي القصة كلها لازم facilitation هنا. يا اما من فيسكس مثلا تعبان وبعت امبلس، فالفيسكس كانه برايمري بالظبط. يا اما في ليجنز تعمل فاسيليتيشن.
يعني السويس، يعني السؤال هنا ما يتسألش بقى للناس الجدعان قوي، ممكن يحصل هايبر ازيزيا من غير برايمري؟ اه ممكن لو عملنا فاسيليتيشن هنا. فكر مظبوط يعني، بس الفاسيليتيشن هنا مش هيبقى من برايمري، مفيش برايمري انا قلت، ممكن يجي من فيسكس، ممكن يجي من انجري في السبانر كود نفسه. يعني هنا سؤال بقى للجدعان بقى، انه ممكن يحدث سكندري هايبر ازيزيا ان ابسنس اوف برايمري. ماشي يا عم، ديب بين، عرفنا كلمة ديب على طول بتجيبك ايه، على فين؟ على المسلس والتندونز والكلام ده كله. يلا يا سيدي، ادي اول سطر، اوريجين فروم مسلز يو جوينت تو بري اوستيوم كاركترايزد باي سلو بين. سلو بين يعني تايب سي فايبر البطيء، ديفيوز يعني نوت لوكالايزد وضل ايجنج، ومعاه غالبا باراسيمباتيتك افكتس، شيت ريفلكس كونتراكشن اوف نير مسلز. اه زي كده عاده المسلز زي مثلا حصل له اللي لحقت الكوره كده، لما ايه يحصل له ايه، تمزق في عضله ولا تندون ولا تندو اكيلس ولا بتاع، تلاقي العضلات اللي منها فيها كونتراكشن كده عشان تثبتها. ماي راديت ممكن، كل ده تبع الديب. طب يحصل ايه الديب؟ التروما، تروما يعني اصابات، الديب ستراكشر او بون فراكشر او انفلاميشن، ارثرايتس مثلا. يعني ايه ارثرايتس؟ ارثرايتس يعني انفلاميشن اوف جوينتس اند ماسل اسكيميا. يبقى الحاجات اللي تعمل كلها دي فين، ومين تاني يعمل ماسل اسكيميا؟ ونظرا لاهميتها لها كلام مخصوص اهو، اسكيميك بين. يبقى اسكيميك بين ده نتيجه لماسل ايه؟ اسكيميا، وتابع للديب ايه؟ بين. خلاص ماشي. بيقول لحضرتك ان الماسل وهي بتطلع من ضمن المشكلات تحت تعمل كونتراكشن، بتطلع ماده تعمل فين، ميتابولايت تعمل فين، وسميناه لويس ايفكت ارو بلس. ماشي، وده بيطلع على طول بس بكميات صغيره جدا، والسيركوليشن ايه اللي ماشيه كويس فبتشيله. بس البني ادم الطبيعي مفيش اي مشاكل، لو هو ريستنج ولا هو بيعمل اكسرسايز ولا حاجه، ها تتكون الماده ديت وتبقى ووشت باي ذا سيركوليشن، ده بلاد سبلاي ماشي على طول هيشيلها. بس لو حصل لها اكيوميشن تعمل بين، يعني ستيموليت النيرف اندنجز ان ذا مازلز وتعمل بين. افرض بقى واحد عنده اسكيميا، يعني ايه اسكيميا؟ يعني بلاد سبلاي في المصل قليل نتيجه فاسكولار ديزيز اوكلودنج ديزيز، يعني حاجه سده الارترز. اه مش سدها خالص، ما هي لو سد خالص الارتر هيحصل ما يسمى جنجرين، المصر هتموت. لكن انا بتكلم على بارشال اوبستراكشن، مكتوب مسدوده شويه كده، فالبلاد فلو قليل يعني في اسكيميا، فهذه الماده بتتكون، واخد بالك زي ما قلنا، بس هتزيد تكوينها شويه لان بعض المصر فايبرز والبي دامج، فتطلع الليوس بي فاكتور دي اللي قالوا غالبا بوتاسيوم. انجريست سيركوليشن ولو انها امبيرد، امبيرد يعني ويك وماشيه على مهلها، بس ات ويل ووش ذا ميتابولايت ومفيش مشاكل. لكن اذا عمل اكسرسايز طبعا الميتابولايت هيتكون اكتر، والاسكيميا هتزيد لان المسل كونتراكشن ده بيقفل الفيسلز اكتر. لما المسل تعمل كونتراكشن تعمل كومبريشن على الفيسلز اللي جواها، فالاسكيميا تزيد والتيشو دامج يزيد والبي فاكتور ده ايه تكوين يزيد، والسيركوليشن مش مساعدانا انه ايه يبقى وشت، يحدث اكيوموليشن لهذا البي فاكتور يعمل الم شديد جدا. بس امتى؟ لما المصل تعمل اكسرسايز. في الريستنج غالبا ما فيش الم، ممكن يحدث اذا كانت اسكيميا جامده، لكن اسكيميا متوسطه كده ما فيش الم اثناء الريست، يعمل مجهود ويمشي شويه يتعب يحس بالالم. ده بنشوفه في حالتين شهيرتين، الحاله الاولى انجينا بيكتورس اللي هي الذبحه الصدريه، الذبحه الصدريه كورونري فيزلز ارتريز يعني، يبقى فيها بارشال اوبستراكشن
في الريست مفيش ألم. البي فاكتور ده بيتكون يبقى ووشد ومفيش مشاكل. يمشي بس خطوتين كده هو لحد ما ايه يوصل لحد باب بتاع الطرقه كده، يحس بالوجع على طول في صدره. لانه ايه اللي حصل بقى لما مشي بقى؟ الميتابولايت اتكون اكتر والسيركوليشن مش مساعدانه، فاكيوميليت في الايه في الهارت كارديك ماسل يعني، وعمل ايه؟ حاله ثانيه اسمها انترميتنت كلوديكيشن. انترميتنت يعني بمعنى مع كلمه متقطع، كلوديكيشن معناها عرج، وهو طبعا يقصد عرج من الالم يعني، هو ابتدى يعرج من الوجع. المهم ايه الحكايه؟ يكون عنده الارتريس اوف ذا لور ليم برضه فيها فاسكولار اوكلوزيف ديزيز، يعني مرض بيقفل شويه الفيسل. هذا البيشنت اللي هو عنده انترميتنت كلوديكيشن ده وهو في الريستنج كونديشن مفيش اي الم، يمشي بس ايه شويه كده يحس بالم شديد في القدمين او في المكان اللي فيه الاصابه. ليه؟ لانه لما مشي زياده في تكوين اللويس بي فاكتور واكيوموليت ليه؟ افهم، لان السيركوليشن ضعيفه، ما شلتوه مش قادره تشيله، فاكيوموليت في المصل شغل البين ريسبتورز وعمل الالم. يعني في الحالات دي يقول لك البين اوكيرز افتر a latent period from the start of exercise، يعني مش اول ما يعمل اكسرسايز على طول، لا بعد فتره ومش كبيره برضه، فتره دقائق يعني، واخد بالك؟ وفي الريستنج غالبا ما فيش الم لان هذا الفاكتور بيبقى ريموت، فسمي هذا اسكيميك بين، من الاسئله الشهيره جدا. فيسرال بين، في الم من الفيسرا طبعا، لان الفيسرا فيها برضه ايه بين ريسبتورز، بس فيو قليلين يعني. السكين هو اللي ريتش ان ريسبتورز اوف بين طبعا، لكن في الفيسرا قليلين لدرجه قال لك ايه ده ممكن قوي ان الانتستين، في انسان صاحي يعني الانتستين، لو انت جبت سكينه حاميه جدا شارب نايف ورحت قطع السنده، الانتستين ده هيجي قطعتها كده بالسكينه ما يحسش بوجع، هو صاحي لان الريسبتورز فيها ايه قليله جدا. ولكن لو حصل فيها التهاب شديد في الفيسرا، اخد حته كبيره في الفيسرا، يعمل الم رهيب ويبقى معاه برايمري هايبرالجيزيا كمان، اللي من هنا، وممكن يؤدي الى زي ما قلت لحضراتكم الى سكن هايبرالجيزيا في مكان ما طبعا، يعمل فاسيليتيشن بقى، فاكرين النظريه اللي قلناها اللي هي الكونفرجنس فاسيليتيشن ميكانيزم. انا هتكلم حالا